السر لا يحمله إلا من كان مؤهلا لذلك، خاصة إذا كان مرتبط بالمعصوم، لأنه ما يكون إلا متعلق بالملكوت الأعلى، وما يصل أحد إلى هذه المرتبة حتى يكون عبد ممتحن القلب للإيمان. أستاذ علاء، أشوفك اليوم مشغول. لأن شخصية اليوم محاطة بهالة من الأسرار والغموض. عرفته؟ أعرفه. صاحب السر شخصية عجيبة، شخصية عجيبة غير معروف عنها إلا القليل، بالرغم من حجم الأسرار المودعة في قلبه من قبل أمير المؤمنين عليه السلام، حتى يذكر بالتاريخ أنه هو انولد بالنهروان، وهي المنطقة الواقعة ما بين واسط وبغداد، وكانت تحت الحكم الفارسي قبل الإسلام، وكان اسمه سالم، ويبيع التمر بالكوفة، وكان عبد لإمرأة أسدية بالكوفة. وبالنسبة للقاء الأول المنتظر مع أمير المؤمنين عليه السلام هم كان بالكوفة، وهالمرة بالسوق. وقف الإمام علي عليه السلام عند سالم وكلمه، قال: ما اسمك؟ قال: اسمي سالم يا أمير المؤمنين. هنا الإمام أراد أن يكشف له شيء من الأسرار كبداية الطريقهم الملكوتي اللي راح يستمر إن شاء الله. قال: لك رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرني أنه اسمك اللي سماك به أبوك عند الولادة، الدهشة، الفرح، التوتر، السعادة، اختلطت المشاعر. قال ميثم: صدق الله ورسوله وصدقت يا أمير المؤمنين. وأخبر الإمام أنه ما حد يعرف بهذا الاسم. فقال له الإمام عليه السلام: ليكون اسمك ميثماً كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني منا أو جاي راح يكون اسمك ميثم. يعني الرسول أخبر أمير المؤمنين قبل سنوات طويلة؟ نعم، الرسول كان يخبر الإمام علي عليه السلام بأسماء جميع الصالحين اللي راح يوصلون إلى مرتبة رفيعة جداً، مثل مرتبة سلمان وأبو ذر وميثم التمار. أستاذ علاء، لحظة بس خل أكمل لك القصة. بعد هذا اللقاء قام الإمام علي عليه السلام بشراء ميثم من الإمرأة الأسدية، ثم أعتق مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وآله مع سلمان المحمدي، حتى عرف بين الناس أنه هو من خواص وحواري أمير المؤمنين عليه السلام، وخلق بأخلاقه وعلم علم المنايا والبلايا، حتى يقال صار يخبر البعض بطريقة موته. ويقال في يوم من الأيام كان في سفينة وهاجت عاصفة، فقال لمن حوله: لقد مات معاوية. هناك أمور توفرت كفرصة في هذا الرجل حتى يصل إلى هذه المرتبة العظيمة: الفطرة السليمة أو طهارة القلب، والولاء الحقيقي لآل الرسول صلى الله عليه وآله، الولاء اللي يكون قول وفعل. ومما يذكر عن منزلة ميثم رضوان الله عليه هي رواية أم المؤمنين أم سلمة اللي خبرته بأمر محير العقول. قالت: طالما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يذكرك في جوف الليل ويوصي بك عليا عليه السلام. سيد الخلق يوصي خير الخلق بعده في ساعة المناجات برجل لا هو نبي ولا هو وصي. من هو ميثم العد؟ فعلا الأمر محير. لأي درجة هذه الشخصية مهمة عند أهل البيت؟ رح أجاوبك برواية حتى تزداد حيرتك أكثر. كان الإمام الباقر عليه السلام يقول لصالح ابن ميثم: إني أحبك وأحب أباك حبا شديدا. المعصوم لما يحب شخص لهاي الدرجة، إذن هذا الشخص منزلته ما ممكن تخطر على البال. أستاذ علاء، وين انتهى المطاف بميثم؟ بعد أن وصل ابن زياد إلى الكوفة قام بسجن صحابة أمير المؤمنين عليهم السلام ووجوه الشيعة، وقتل بعضهم، ووصل الأمر إلى ميثم والمختار وابن عفيف وغيرهم. وبعد مقتل مسلم بن عقيل عليه السلام أمر ابن زياد ميثم أن يتبرأ من الإمام علي عليه السلام، وكان الإمام أخبره: كيف أنت يا ميثم؟ إذا دعاك دعي بني أمية للبراءة مني. فقلت: يا أمير المؤمنين، أنا والله لا أبرأ منك. قال: إذن والله يقتلك ويصلبك. فقلت: أصبر فذاك في الله قليل. فقال: يا ميثم، إذن تكون معي في درجتي. ابن زياد أمر بسجن ميثم، ثم صلب على جذع نخلة كان ميثم يسقيها كل يوم، بعد أن أخبر الإمام علي أنه هذه النخلة راح يصلب عليها ويقطع لسانه وهو على جذع النخلة ومصلوب ينادي: أيها الناس،
من كان يريد أن يسمع الحديث المكنون عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فليأتي. وصار يتكلم حتى خاف ابن زياد وأمر بقطع لسانه. ابتسم ميثم وقال: زعمت أنك تستطيع تكذيب مولاي؟ لا والله. فأخرج لسانه وقطع، ثم صار ينزف حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى. أستاذ علاء، شو وقت راح نبدأ التصوير؟ كل هاي المعلومات والقصص والروايات على مدار 12 حلقة، وهذا كان تصويرنا. هاي الأمور موجودة بالكتب، وإحنا احتاجينا أن نوصلها للمشاهد بهاي الطريقة الجديدة. كم قصة ولي نحتاج نتكلم عنها بعد؟